اشرح ده يا جماعة. السؤال ده اول سؤال جايينا، سؤال مهم واتكلمنا عنه امبارح فيما يخص مباراة الاهلي وغزل المحلة. لا صحة بالمرة لأي هبد أو أي فنكوش بشأن إعادة المباراة. حد بعت لي فيديو بيقول لي لو سمحت لازم تعلق على الفيديو ده، ولد مش عارف مصري ولا إيه، المهم قاعد يقول اجمعوا يا زملكاوية، اجمعوا يا محلوية، اجمعوا يا بتوع البامية والملوخية، اجمعوا يا زلمطحية، خلاص بشرى سارة الأهلي ومباراة غزل المحلة، الليحة أحسن ليحة، أعظم ليحة، أحسن ناس، خلاص الأهلي هيتخصم منه 3 نقاط المباراة وتتحسب لصالح غزل المحلة بالفوز، وكمان يتخصم منه 3 نقاط تاني في نهاية الدوري. الله أكبر الله أكبر. واحد كده عيل مجنون ولا مش عارف إيه بيلم لايكات، وأنت عارف الناس غلابة. فا والله يا جبري الاهلي اونلاين، حبيبي محمد الجبري، والله العظيم زي ما بكلمك، عامل له 300 الف مشاهده ولا 400 الف مشاهده في 4 ساعات وشغال بقى، والليحه اهي اهي زي الافراح، والليحه والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، وظهر الحق يا زملكاويه يا محلويه، وربك الدنيا وقعد يقرا ليحه هو مش فاهمها وهو ترى الله برسيمه. فالمهم كلمت الاستاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه، الراجل راح بعت لي نصوص اللائحه، قال لي يا استاذ عبد الناصر الموضوع واضح وصريح في اللائحه، اذا حصل نزول جماعي للجماهير، هل مباراه غزل المحله والاهلي حصل فيها نزول جماعي للجماهير؟ معجب نزل زي ما بيحصل في كل ملاعب العالم في أوروبا وفي تصفيات كأس العالم في كل القارات الخمسة، ينزل عايز يبوس نجم، عايز يتصور مع نجم، الأمن بيتعامل معاه. قال لي نفس الوضع اللي نزل في مباراة غزل المحلة والأهلي فرد وتم التعامل معاه بالأمن، والليحة ما سايباش حاجة، قالت أما الحالات الفردية فيتم التعامل معها من قبل الأمن. فإذا بالأخ ده ياخد نظام لا تقربوا الصلاة ومش عارف ايه، وخلي بالك واد راكب مع الزلمطحية عادي، يعني انتوا عارفين في ناس بتهوى الكذب، يعني الشمام بيشم ليه، المدمن بيدمن ليه، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه، فلا شماتة في ده، بندعو له بالشفاء. فنفس الوضع الزلمطحية مدمنين كذب ومدمنين أونطة، واخد بالك انت؟ وبعد كده يا ريت حتى بيتعلموا، يعني مع الوقت بيثبت ان ده كذاب ويتفضح، يا يعني انت تفكرهم بيتعلموا؟ لا لا ما بيتعلموش، ده مزاج عندهم يا حبيبي، ده مزاج عندهم، زي ما تمسك واحد تضربه على قفاه ويقول لك كمان، هو مزاجه كده، راجل مهزأ هتعمل له ايه؟ انا بقول لك اهو، أنا ما برد عليك، بقول لك بنص اللائحة، اللائحة صريحة في حالة النزول الجماعي للجماهير. أما ما حدث، وده كلام رئيس الرابطة أحمد دياب في تصريحات خاصة ليا، أما ما حدث في مباراة الأهلي وغزل المحلة من نزول أحد المشجعين وما ذكره رئيس نادي غزل المحلة والمسؤولين بأن هذا يستدعي إلغاء المباراة أو احتسابها لغزل المحلة أو إعادتها، فهذا كلام بعيد عن اللائحة وغير صحيح تماما، لأن اللائحة بتقول النزول الجماعي للجماهير، وما حدث في مباراة الأهلي ما هو إلا مجرد نزول فردي لأحد المشجعين عاشق للاعب وتم التعامل معه من قبل الأمن، وهذا والراجل قال لي كده رئيس الرابطة، وهذا يحدث في كل ملاعب العالم، هذا يحدث في كل ملاعب العالم، فلا صحة بالمرة لكل ما يقال أو يحكى في موضوع الأهلي وغزل المحلة. رئيس غزل المحلة ركب الموجة بتاعت علي العباسي، وطبعا علي العباسي ركب الموجة بتاعت السوشيال ميديا. أنا بس بستغرب على غزل المحلة مطلع بيان من 4 صفحات،
يعني غزل المحلة مطلع بيان يا جماعة من 4 صفحات يا عم، مطلع بيان من 4 صفحات. انت راح رايح يعني تفتح عكة، رايح تفتح عكة بيان من 4 صفحات. انت رايح تفتح عكة، واخد بالك؟ انت رايح تفتح عكة. ف يعني في ناس بتمشي ورا 3 4 مشجعين، في ناس بتمشي ورا سوشيال ميديا، في يعني هذا موجود ومتاح في كل زمان وفي كل عهد وفي كل مكان، وبيتم التعامل معه. ولكن الخلاصة، رابطة الأندية تؤكد وتصريحات خاصة لرئيس رابطة الأندية الأستاذ أحمد دياب لا صحة بالمرة لأي شيء يقال بشأن إعادة مباراة الأهلي وغزل المحلة أو احتسابها لصالح غزل المحلة أو خصم أي نقاط من النادي الأهلي، عشان نقفل الموضوع ده بالضب والمفتاح.